جماهير الزوراء تتعرض للاعتداء في هاولير بعد مباراة الزوراء مع أربيل. ليش من انتهت المباراة ينظر بجمهوري؟ ينظر بجمهوري خاورت الأخ المحترم أستاذ كوفن عضو الاتحاد ما جاوب، خاورت رئيس الاتحاد السابق عبد الخالق مسعود كل الاحترام، تواصلت ثاني وياه وراح أروح عندي ثلاث نفرات مضروبين وواحد من عندهم حالته خطرة، ترى للعلم حالته خطرة. ما صار شيء، احنا بقينا نظفنا المدرج والجمهور يطلع يريد يرجع لبغداد، قالوا يروحون للاسكان يتعشون ويطلعون. يعني ليش هذا؟ اليوم جمهور الزوراء تعرضنا الى مشكله وطامه كبرى. انا العتب على من الملاعب، والله العظيم دخلنا الملعب بدون تفتيش، بدون تفتيش. انتهت المباراه خلاص، يعني اكو اي اكو زين هسه اكو حتى حاد بين الجمهورين، اكو امن ملاعب ماكو، ما جاي نشوف هذا الشيء. بس اكيد الجمهور كل شيء يقدر يدخل الملعب، فنحن عتبنا على رئيس الاتحاد واللجنه الاولمبيه مشرف المباراه. اليوم الامن الملاعب صفر، يعني ماكو تفتيش، يعني يقدر اليوم المشجع يقدر يدخل اله جراحيه يقدر يدخلها وياه. انا واحد من عالم، انا ما تفتشت.